اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كابتن عادل، حضرتك كنت عايز تتكلم على جزئيه 3 4 3 دي قبل ما نتكلم عن جزئيه الارهاق. انا عجبني كيف يمكن يعني يستكمل بقيه الدوري لغايه لسه احنا لسه قدامنا لغايه 30 8 على ما اتذكر. فاضل 10 ماتشات. فاضل 10 ماتشات، في ال 10 ماتشات دول هيعمل ايه؟ طب هو اللي عجبني في الراجل من ساعه ما جه بيبتدي، اولا بدا بالتشكيل الرئيسي بعد ما كان هناك يعني وجهه نظر من الاخ سامي انه يلعب يريح ناس وكده، هو الراجل عايز يشوف اللعيبه. ماتش كاس مصر اللي هو بتروجيت. اللي عجبني في الراجل النهارده انه في عنده مرونه في عمليه التكتيك، فبيلعب بثلاثه الشوط الاولاني علشان عارف ان المرتدات ممكن يبقى فيها مشكله، ف كان مقفلها كويس قوي. ايوه. الشوط الثاني لو حضرتك تفتكر وكابتن ماهر يفتكر، لعب ايمن اشرف اشول. مظبوط. ايمن اشرف في الشوط الثاني ما بيلعبش سيرد باك، لعب زي باك ليفت وينج ليفت حاجه، ولا وينج ليفت، بيكمل كهاف ديفندر من جوه. طب ومين اللي بيضم ناحيه اليمين؟ ياسر بيلعب في مكانه ورامي بيخش تحت كانك بتلعب، فكان بيلعب باثنين اربعه اربعه. اوكي. ده لما الكوره بتبقى معاك اول ما بتفتقدها على طول علي بيرجع، كريم بيرجع. ايمن بيرجع، بتلعب خمسه بالخمسه وبعدين خمسه وثلاثه، وبعدين في حسام وفي صلاح محسن. فالمرونه دي الراجل لما لسه ما اشتغلش مع اللعيبه اوكي، وفي نفس الوقت بيدي لهم الحاجات دي نظري مش عملي في الملعب، وبيشوف اللعيب ده بيستوعب ولا لا. لما اقول انا يا اشرف انت هتلعب هلعب بثلاثة، بس الكرة لما تكون معانا انت في الحتة دي زيد وابقى كهاف ديفندر، وزق بقى قفشة وزق الناس اللي قدامك. أيوه. حس انك انت تبقى بتلعب، لان تقريبا الجونة الشوط الثاني ما كانش بيهاجم خالص، فيش غير كرة اللي غلط فيها رامي والراجل عمل عملية الانفراد. فعملية المرونة دي انا بشوف انها انه الراجل عنده فكر اوكي، وكل يوم بياخد يرمي حته بياخد فكره عن اللعيبه. اوكي. وبعدين برضو من ضمن الاخطاء اللي احيانا بنقولها سواء منتخب او في اي نادي، انا لما بجيب جهاز مع خمس افراد كل واحد عنده نظام في التحليل ومحللين ومحلل للفرق الاخرى، وانا معايا مدرب عام، وانا كمدير فني انا على اعلى مستوى وجاي من اوروبا ولا اخر، ما ينفعش انا كمدرب مصري ان انا سواء في المنتخب او في النادي الاهلي او في اي نادي، ما ينفعش انا ان انا اقول له تعمل ايه، امال انا جايبه ليه؟ انما هو ممكن يبقى بيسالني في بعض حاجات انا ما ادلوش راي، انما انا اقول له في الحاجه الفلانيه. الحاجه الثانيه، الجهاز السابق اللي كان موجود قبل كده جهاز موسيماني كان معاه محللين طبعا، المحللين دول مش كانوا عاملين مقطعين لكل لاعب هو عمل ايه في خلال الموسمين اللي فاتوا. أوكي. النهارده في فلان الكرات العرضيه في التسديد في الكورنر في كل حاجه احنا بنأديها في الهجمات بنهاجم ازاي، كل الحاجات دي، مش كل الحاجات دي مفروض تبقى موجوده في النادي؟ اكيد موجوده طبعا. الجهاز اللي بيجي ده مفروض ان هو مفروض واكيد ده حصل بياخد الحاجه دي ويدرسها. يعني ريكاردو مش هياخد ثلاث ماتشات اللي فاتوا قبل ما يجي. أوكي. شاف ثلاث ماتشات بس، ما ينفعش مش ثلاث ماتشات، يعني ليل نهار عمال اخد فكره كامله عن كل لاعب. النهارده في رامي في عيب، ايه هو العيب؟ ان الكرات اللي انا بلعبها الطويله من تحت للعكسيه للباك الشمال دايما بتبقى مش مظبوطه، يبقى انا الناس اللي بتشتغل في عمليه التحليل وفي عمليه التدريب يتمرن على الحاجه ديت. وبالتالي انا بشوف انه الراجل عنده المرونه وعنده ال وجهه النظر، كل يوم بيشوف اللعيب. النهارده ما ابتداش بصلاح محسن. صلاح محسن من النوعيات، لو تفتكر حضرتك كان دايما في زمان عندنا لعيبه هي بتاعت العشر دقائق في الاخر. اوكي. ينزل يبقى مؤثر جدا في العشر دقائق. اوكي. ما ابتديش بيه المباراه، فابتدى ياخد دي برضو وجهات النظر بتاعته. كل يوم اوكي بيبتدي ياخد فكره عن كل لاعب وبيديله الواجبات بتاعته.